بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر في قلب عاصفة الشيطان، هل تصدق أن أكبر مروج لعبادة الشيطان في العالم سيكون على هضبة الأهرام يوم 28 يوليو لإقامة طقوس الشيطان؟ ليس مجانا وليس مخفيا، ولكنه تحت أضواء الأهرامات وعدسات كاميرات العالم كله، في تحد لكل المصريين مسلمين كانوا أو مسيحيين. عبادة الشيطان تفرض على مصر فرضا من الماسون ومنظمة الأفرو سنتريك الأمريكية العالمية الكافرة. هل تصدق أن فيلم كليوباترا الذي أثار كل المصريين مسلميهم ومسيحييهم، إعلام مصر الحكومي وغير الحكومي، كل المصريين كانوا ثائرون، كان جزء من هذا التحدي الذي فرض الآن على مصر، وفرضوا إرادتهم لتنفيذه في أميز وأشهر مكان في مصر في الهرم؟ هل تصدق أن عباد الشيطان الذين يروجون لعبادته في أمريكا والعالم، والذي يقدم قرابين بشرية في كل حفل يقيمه هذا الماسوني عابد الشيطان، هو من يحيي هذا الحفل في أغلى وأهم وأعز مكان في مصر وفي العالم كله، هضبة أهرامات الجيزة؟ إنه ترافيس سكوت، مغني راب الأمريكي المتهم باستخدام البشر قرابين إرضاء للشيطان. هذه الحقيقة المفزعة نضعها أمامكم لعلكم تتحركون وترفضوا إقامة هذا الحفل الذي يغضب الله، ما في شك يغضب الله، ثم يغضب كل مؤمن في كل الديانات السماوية، لأنه إحياء للشيطان وعبادة الشيطان على الملأ في مصر المسلمة. لعل المسؤول عن إعطاء التصريح بإقامة هذا الحفل في مصر يخجل، يخشى من الله، يتراجع عن تحدي الله وتحدي كل المصريين الغاضبين الآن. كشف من وراء تنظيم حفل ترافيس سكوت الماسوني عابد الشيطان في مصر، كشف أنه سوف يقيم هذه المراسم الماسونية الشيطانية، وهو يتحدى أن يستطيع أحد أن يوقفه عن تنفيذ هذا الحفل. ترند في كلمة، أو كلمة في ترند، كلمة في الترند. اختاروا مغني الراب الأمريكي ترافيس سكوت وهو من عبدة الشيطان الماسون، اختاروا أن يكون محي حفل إطلاق ألبوم الجديد يوتيوبيا عند سفح الأهرامات بالجيزة في مصر يوم 28 يوليو الجاري. لماذا 28 بالذات؟ رأيك إيه حضرتك في هذا؟ وموقفك أيضا إيه بعدما تعرف المعلومات المفزعة الصادمة عن هذا الشيطان عابد الشيطان والمروج له؟ هتعمل إيه؟ معروف في أمريكا وفي العالم أن ترافيس سكوت من عبدة إبليس، ويحيي حفلاته وبها طقوس شيطانية إبليسية. كل حفلة لابد من وجود طقوس عبادة الشيطان وقرابين بشرية. اسمع المعلومات والتواريخ وأعداد البشر القرابين، اسمع صدق أو أنكر، أنت حر. هذه المعلومات ليست من عندنا. نشرت وسائل الإعلام الأمريكية في عام 2021 هذه المعلومات لما وقعت مأساة مهرجان أستر وورلد الموسيقي الذي كان منظمه سكوت ومنظمة الأفرو سنتريك اللي نشأت في أمريكا 1928، وهي حركة عنصرية عالمية بتتعصب للعرق الزنكي عكس العنصريين البيض الذين يتعصبون للعرق الأبيض، وهم ضد مصر وضد المصريين أو أصل المصريين. من أهدافهم أو من أهداف حركة الأفرو سنتريك هذه هي القضاء على العرق الأبيض. هذه المنظمة هي التي تتولى تنظيم حفلات ترافيس سكوت المليئة بالجنس والمخدرات والطقوس الشيطانية، وهي التي تشرف على تنفيذ هذه الحفل في مصر، وهي أيضا تقوم بتقديم قرابين بشرية. عملنا عن حفلته حلقة اللي راح ضحيتها 11 من البشر، حلقة عملتها من سنة،
وهي حفلة أسترورلد، راح ضحيتها 11 شخص خلال الحفل كقرابين. هذه حقائق ليست خيال أو ادعاءات، أضعها أمامكم حتى تلحقوا مصر. مهرجانات أسترورلد هذه هي مهرجانات موسيقية بتقام في هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية، وبيقدم فيها الكثير من مغنيين الراب، بيقدموا عروض غنائية فيها، من أبرزهم مغني الراب والمنتج الأمريكي ترافيس سكوت اللي هيجي في مصر، الماسوني عابد الشيطان الذي لا ينكر ذلك، واللي ماشي على طريقه محمد رمضان في مصر بيجهزوه وبيعملوه عشان يبقى نسخة منه في مصر. هذا الذي سيأتي إلى مصر لزرع الفتنة ولا سوف يسبب الدمار الذي لا ينقص مصر الآن أصلا. وكلنا يذكر الحفل الذي تم إلغاؤه في استاد القاهرة قبل موعده ب 36 ساعة فقط، بعد أن هب شباب مصر وطلبوا بإلغاء حفل الكوميدي الأمريكي الماسوني عابد الشيطان أيضا كيفن هارت من حوالي 4 شهور أو 5. نفس المنظمة الأفرو سنتريك هي التي نظمت هذا الحفل في مصر، وكان مقرر إقامة هذا الحفل الماسوني يوم 23 فبراير 2023، تم إلغاؤه قبل الموعد ب 36 ساعة فقط، وهو حفل عالمي كما قالوا عنه. السؤال هو هل نستطيع؟ نعم نستطيع إلغاء هذا الحفل كما ألغينا حفل كيفن هارت الماسوني، أكبر دليل على استطاعتنا. يبقى اوعى تقول أنا مالي أو صوتي هيعمل إيه أو يعني أنا اللي هعدل الدنيا. أيوة أنت هتكون سبب في تعديل الدنيا بإذن الله، تكون سبب من أسبابها بقول الحق والصبر على الأذى. اللي ألغى هذا الحفل كان مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك، الشباب عليها. يعني أنتوا اللي ألغيتوا الحفل، واجبكم الآن الاستمرار في جعل إلغاء حفل الماسوني ترافيس سكوت هدف وواجب عليك. كفايانا سلبية في كل شيء حتى الغنى. معلومة لازم تفتكرها ولا تنساها أبدا، طقوس الشيطان تقام في نفس اليوم من كل عام في يوم 28/7 من كل عام على أرض مصر تحديدا، ولكنها كانت تقام هذه الطقوس الشيطانية الماسونية دون حفلات أو دعوات عامة أو عباد شيطان من العالم كله تنشر صورهم فيديو. الآن أصبحت وجوههم مكشوفة سافرة، وأصبح التحدي لله على أرض مصر المسلمة يتم تحت سمع وبصر الجميع. فماذا نحن فاعلون؟ عاوز كمان أفكر حضرتك أن هؤلاء الماسون منظمة الأفرو سنتريك يعملوا من 90 سنة تقريبا على تأكيد أن مصر لم تكن أبدا للمصريين أمثالنا، ولكنها كانت للزنوج، فقط الزنوج. لذلك كانت تقام هذه الطقوس في صعيد مصر تحديدا في الأقصر، في معابد الأقصر عملوا حفلات كل عام في نفس اليوم، وأنا عملت حلقة مفصلة يوم 18/4/2023 عن هذا، عن هذه الطقوس. شوف الحلقة هتلاقيها موجودة في صندوق الوصف، اعرف التفاصيل. كشف هذه الطقوس وكشفها العميد السابق لكلية الآثار جامعة الأقصر الدكتور بدوي إسماعيل، قال إن أعضاء حركة الأفرو سنتريك يقيمون طقوس عبادة الشيطان في معابد الأقصر في نفس اليوم 28/7 من كل عام. لماذا هذا الحفل عند الأهرامات تحديدا الآن؟ هل لأنه الموقع الأكثر تميزا في مصر والعالم مثلا، أم أن له خصوصية عند الماسون وعباد الشيطان الرجيم؟ هذا المغني ترافيس سكوت ضمن الجماعة التي تؤمن أن الأهرامات هي محور الكون، وهذه الجماعة تطلق على نفسها العبادة. تعدادهم في العالم يصل 20 مليون شخص، 6 ملايين منهم في ولاية أريزونا الأمريكية فقط، يرتدون ملابس فرعونية في يوم معين اللي هو 28/7، يمارسوا الطقوس الفرعونية، يقوموا بزيارة مصر وهم يرتدون ملابس بيضاء، لابد أن يزوروا الأهرامات في هذا اليوم من كل عام. الغريب أن مجدي شاكر كبير الأثريين المصريين في وزارة الآثار المصرية بيؤكد أن ترافيس سكوت من المعادين للهوية المصرية، ومع ذلك بيصرح بأن الحفل سوف يقام في وقته وموعده ولا يستطيع أحد أن يمنعه. رأي حضرتك إيه في هذا الأثر الكبير المصري؟ ورأيك أنت ممكن تعمل حاجة ولا لا؟ على الأقل على السوشيال ميديا. لك أن تعرف أيها المشاهد الكريم أن الهرم بالنسبة للماسون وعباد الشيطان هو شكل مقدس يعبدونه من دون الله، وأن الشعار الأول للختم الماسوني هو الهرم، والذين أشرفوا على وضع هذه الرموز
هم خلاصة الماسونية في العالم، العارفة والمستنيرة على الخطط والأهداف الحقيقية كما يقولون، والتي تستخدم الماسوني البسيط كوسيلة فقط لتحقيق الغايات. وإن العين التي أعلى الهرم إنما هي عين حورس الإله المصري القديم اللي كانوا بيعبدوه، والموجود على قمة الهرم الذي صمموه وأطلقوا عليها عين الإله التي ترى كل شيء، وأطلقوا أيضا عليه مهندس الكون، والمقصود هو الشيطان، شعار الهرم. والعين هي أكثر شعارات الماسونية انتشار في العالم من خلالهم، وهي ترمز للطبقة الحاكمة أو الدجال التي هي رأس الرأس مكان العين، والتي ترى بل والتي تشع نور كما يدعون. والذي تراه حضرتك الآن على الشاشة هو الدولار الأمريكي، وأهم رمز هو الهرم الذي وضع على الدولار، وأعلاه العين التي ترى كل شيء. عندك شك في أن هذا أمر واضح جدا، ولا أنت محتاج أي دلائل أخرى؟ أمريكا التي أسسها الماسون، أمريكا التي كان أول رئيس لها ماسوني، أمريكا التي حكمها 14 رئيس جمهورية ماسوني، هل هذه هي أول مرة تقام الطقوس الماسونية الشيطانية في الأهرامات أو على هضبة الأهرامات؟ بالطبع لا. فمثلا أضرب لحضرتك مثلا عشان تعرف هم بيشتغلوا إزاي ومن إمتى. يوم 11-11-2011 كان محدد إقامة طقوس شيطانية داخل الهرم الأكبر، ولأن وقتها كانت الثورة المصرية على الأرض وكان الشباب صحيين فلم يستطيعوا أن ينفذوا هذا. الشباب المصري كان لسه صوته مسموع، وزع شباب مصر لما عرف في ميدان التحرير في وسط القاهرة يوم الخميس 10-11-2011 منشور بيطالب المواطنين المصريين بالتصدي لحفل كانت مقررة أن تقام في المنطقة الأثرية حول الهرم يوم الجمعة 11-11، يعني تاني يوم 11-11-2011، يعني في اليوم التالي مباشرة. جاء المنشور فيه كلام اتكتب اللي وزعوه الشباب اللي بينتموا الجماعة، أطلقوا على نفسهم أحفاد صلاح الدين الأيوبي، إن الحفل سيكون مخصص لعبادة الشيطان، وستنظمه الماسونية العالمية التي هي شرك بالله، هكذا قالوا، وحذر البيان من أنه ستحدث تجاوزات كثيرة من الصهاينة الذين سيحضرون هذا الحفل، وده طبعا معروف، وستتم عبادة الشيطان بمنطقة الأهرامات بل وداخل الهرم الأكبر. وقال المنشور إن الحفل سيتم فيه تحضير الجن لخدمة أغراض الصهاينة التي لا يعلمها أحد، والجن إذا حضر سيكون فيه خطر على كل سكان منطقة الهرم والجيزة بل ومصر، هكذا قال المنشور. ودعوا في أيام سابقة لهذا المنشور إلى حشد أكبر عدد من المصريين لإجهاض حفل، قالوا إن شركة سياحية ألمانية ستنظمه أمام الأهرام أو الهرم الأكبر هرم خوف في يوم الجمعة اللي كان بيوافق زي ما قلنا 11-11-2011، يعني حفل الماسون عبدة الشيطان، واللي بيقيمه أو هيقيمه يوم 28/7 ترافيس سكوت ليس جديدا على مصر. في الوقت ده أعلنت الشركة الألمانية اللي اسمها ليلي رايسين أنها حصلت فعلا على تصريح من المجلس الأعلى للآثار المصرية، يعني ملكوش عندنا حاجة، هنعمل الحفل غصب عن أهليكم. وقتها كان بيحكم مصر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وفتحوا تحقيق مع المجلس الأعلى للآثار، كله أعلى، كله أحنا بس اللي وطين، ووصلوا لنتيجة أن الماسون الصهاينة اللي نظموا وسيحضروا هذا الحفل يؤمنوا أن هذا اليوم 11-11-2011 هو يوم عظيم عند الماسونية العالمية. لذلك كان القرار بضغط من الشباب الواعي وقتها أن يتم إلغاء هذا الحفل والطقوس الماسونية الشيطانية حتى لا تدمر مصر، وللأسف برضو عملوها في الخفاء، وفعلا أعلن المجلس الأعلى للآثار إغلاق هرم خوفو أمام الحركة السياحية كلها يوم الجمعة 11-11-2011. كانت الحجة طبعا اللي قالوها أعمال الصيانة الضرورية. هل نستطيع؟ نعم نستطيع إذا استطعنا أن نتحرك ونقول لا. هل يكمل الشباب الواعي الضغط من أجل إيقاف هذه الطقوس الشيطانية في منطقة أهرامات الجيزة العظيمة يوم 28/7/2023؟ نعم يستطيعوا، إن غدا لناظره لقريب سوف يتحركوا بإذن الله، على الأقل على السوشيال ميديا. الناس بتسأل هو من إمتى وإحنا بنسمح بحفلات من نوع
حفلة ترافيس سكوت في مصر. مين أصلا الجهة المنظمة والمسؤولة عن حاجة زي دي؟ وإزاي تتنفذ عند الأهرامات بالأخص مع ما سمعته هذه المجموعة وهؤلاء الشباب من السمعة السيئة لهؤلاء؟ هكذا عبر المغردون المصريون، وأن ترافيس سكوت هذا نفسه واحد من عباد الشيطان وحفلاته الكارثية اللي اتكلمنا عنها، وشرح مغرد آخر المصيبة والكارثة التي وقعت في حفل يوم 5/11/2021 في أمريكا. بيوصل وبيوصف اللحظة اللي قال فيها سكوت كلمة مرعبة جدا، هي اسمها مرعبة جدا. وقتها واحد من الجمهور في أول ربع ساعة ظهر عليه تشنجات كبيرة جدا بشكل مستمر، والناس حواليه كانوا بتزعق وبتصرخ وبتقول لهم وقفوا الحفل، لكن الراجل ده وقع ومات، وقع واحد تاني وتالت، وقعوا 11. وسكوت قال وبشكل واضح وعلني، صوت وصورة فيديو موجود، قال ما اقدرش اوقف الحفل وإلا انا كمان هسقط، يعني هو كمان هيحصل له اللي بيحصل لهم. اللي بيحصل حضرتك ان هذا الحفل موجود فيه موسيقى اطلق عليها العلماء بانها موسيقى مخدرة، يعني زي المخدرات بالضبط. هذه الموسيقى تصيب من يسمعها بهذا الارتعاش، ثم يفقد الوعي، ثم يسقط وقد يموت حينما يسقط فورا. هذا ما سوف يحدث الآن في مصر. فهل نتركهم؟ هل ترى حضرتك أن الاستسلام لمثل هؤلاء هو واجب علينا، ولا التحرك وإيقافهم هو فرض عين على كل مصري مسيحي كان أو مسلم؟ بالمناسبة التذكرة بتاعت هذا الحفل 4500 جنيه للشخص العادي، 6500 جنيه للشخص المميز، هي التذكرتين فقط. هذه التذاكر نفذت مباشرة بعد نصف ساعة فقط من فتح باب الحجز على الانترنت. مين اللي هيروحها ومين اللي هيحضر ومين دول والعدد ضخم جدا؟ هؤلاء حضرتك أغلبهم سيأتي من خارج مصر، هؤلاء حضرتك سوف يأتوا فقط لليلة واحدة، يعني هذا ليس سياحة، مفيش أي فايدة هنستفيدها. كل دول هييجوا يقيموا هذه الطقوس ثم يرحلوا، يعني لا في بقى فنادق ولا في إقامة ولا في حصنة هيركبوها ولا في حضرتك إنفاق على الأكل والشرب في المطاعم ولا في غيره، مفيش أي نوع من أنواع الاستثمار السياحي سوف يمارس مع هؤلاء. ما هم إلا عبدة شيطان يأتوا إلى مصر يقيموا هذه الطقوس على هضبة الأهرامات ويضيع معهم 10-15 شخص، وهؤلاء يروحوا كقرابين زي ما قلنا بشرية، ولكن من سوف يتحمل المسؤولية؟ حضرتك فتحت أصلا تحقيقات مع هذا الرجل هناك في أمريكا وما خدوش منه حق ولا باطل ولا حاجة ولا التهم ولا حد قدر يجي ناحيته. فتفتكروا إحنا عندنا في مصر هنقدر نفتح تحقيق لو حصل إن حد مات ولا حاجة؟ ولو حد مات هل ده لصالح السياحة في مصر ولا ضد السياحة في مصر؟ ولو ما حصلش حاجة وهم يعني موتوا الناس والدنيا بقت حلوة ومشي وخرجوا، هل سوف يتركنا الله سبحانه وتعالى ونحن قد سمحنا بأن يعبد الشيطان علنا صوت وصورة ويبث عالميا على أرض مصر؟ السؤال ده بوجهه لحضرتك ولضميرك سواء كنت مسلم أو مسيحي. وقبل ما أقول لحضرتك هذا، مجد عبد الله يحبكم ويحييكم، أفكركم إن وجدتم أن هذه القناة نافعة لكم تفضلوا بالاشتراك فيها، وإن وجدتم أن هذا الفيديو نافع للناس شاركوه، يمكن حد يستفيد منه ويتحرك وتدله على الخير كفاعله. وما تنسوش تعملوا لايك أو إعجاب حتى يستمر عرض الفيديو ولا يتوقف. وسلام. ترند في كلمة أو كلمة في ترند. كلمة في ترند.